وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمال ذكر القرآن وبين وجوهنا ببراءة القرآن ونسجنا ببراءة القرآن وأكرم الجنة في خزائن القرآن. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم قل أنا لنا في بيوتنا وفي الفقر مغنينا وفي القيام شافعنا ومن النار سترا وحجابا وفي الجنة رحيما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع العزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل Allah.